جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ هل هو جائز أو لا؟ الواجب على المرأة التستر، وأن تلبس ما يسترها ويضفي عليها ويكون سابغا لأنها عورة. ولبس البنطلون لا يليق بها لأنه يظهر مفاتنها وأحجام جسمها، ولأنه في الغالب من لباس الرجال وليس من لباس النساء، خصوصا المسلمات المطلوب منهن الستر والحشمة. نعم.